يسعد مساكم من جديد مشاهدينا. ومنو ما يحب القهوة؟ القهوة واللي هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم، لها تاريخ طويل وغني يمتد عبر القارات والثقافات وكذلك عبر الأزمنة والقرون. والحين بناخذكم في رحاب عشق القهوة وثقافتها وفنها وإبداعها مع رائد الأعمال في مجال القهوة عبد الله المهيري. يا مرحبا بك يا عبد الله. الله يرحب بك يا فضلة. يا حياك الله. حياك الله يا عبد الله في برنامجنا. نبغي تكلمنا عن رحلتك من أستراليا للإمارات، هاي رحلة القهوة. أنا بحاول اختصر لنا فوق العشر سنين، بس بشكل بسيط كنا مبتعثين من الدولة للدراسة، ولاحظنا في مقاهي صغيرة ينافسون المقاهي التجارية، بعدنا ما نعرف شيء اسمه قهوة مختصة ولا سبيشالتي كوفي، وكنا نجرب. الجودة كانت وايد أفضل عن القهوة اللي متعودين عليها في المقاهي التجارية، والباريستا نفسه اللي يسوي لك القهوة من نوع اللي يبغي يثقفك في القهوة، يعني نحن ضارين على القهوة في البيت، لكن كان شيء مختلف موضوع المعلومات الديفرنت اوريجينز على قولتهم، هاي القهوة برازيلية أثيوبية وغيره. فهالموضوع حب التعلم في القهوة كتاريخ وصناعة القهوة بشكل أفضل جذبني. جميل. نعم. جميل جدا. أنا كانت بعد عندي تجربة وايد حلوة عبد الله في طوكيو، ما أدري إذا أنت يعني صرت لهالمدينة. للأسف لا. واحد من محلات القهوة الناس توقف عليه طابور، يوم تدخل طبعا هم عالم ثاني، يعطون كل واحد حقه من الوقت. صح. تروح كل حبة هيل أو حبة بن من الأنواع القهوة اللي موجودة، يعني طبعا يكون عندهم كتالوج من القهوة والأنواع اللي موجودة كثيرة، فتقعد تروح كل واحد وتختار ويحضر لك ويجهز لك، ما يعطيك قهوة إلا أنت تكون راضي عنها ومختارنها بدقة، يكون فيها مواصفات اللي تكون فيها نكهة الشوكولات أو اللي يكون فيها فواكه أو يعني أنواع كثيرة. فكل بلاد أتوقع عندهم بالنسبة لهم القهوة عالم مختلف. وإذا حتى بنتكلم عن الإمارات، هي طريقتنا في الترحيب بالضيوف. صادقة. القهوة يعني رمز من الرموز الخاصة بالثقافة عندنا العربية. أنت كيف قدرت توظف حبك للقهوة كرائد أعمال؟ والله أول شيء جذبني عالم القهوة اللي هو خلنا نقول اللي يسوون الإسبرسو أو المشروبات المعروفة، واكتشفت أن كل بلاد لها تجربة معينة. مثلا تجربة في طوكيو أنا ما زرت للأسف، لكن إن شاء الله، لكن كل متخصصين أو في من المجتمع القهوة اللي يعرفه يمدحونها وعندهم ذكريات حلوة تخليهم يبتسمون مثل ما أنتي يوم تذكرين هذه التجربة. عندهم كل تجربة ممكن خلنا نقول في تجارب مختلفة تتقدم في كل مدينة. صح. كل حد يقدم لك تجربة مميزة، لكن في الأخير كلنا نستخدم نفس المكون. للعلم اليابان حال من حالنا ما ينتجون للقهوة، لكن يقدمونها بطريقتهم. بس عقب ما قطعت شوط كبير في تعلم المصادر، كيف طريقة التحضير وثقافة والتاريخ، سبحان الله جذبني موضوع القهوة العربية. يعني أقول تاريخها كيف نهضم حقها عندنا، لأننا متعودين عليها وبعدها موجودة ومطلوبة هي، لكن مرت في مراحل استوت تجارية. فيس أحاول أساهم أنا ويزاهم الله خير حتى في جهات حكومية شغالين على الموضوع، أن نطرح مسابقات نثقف الناس نرد القهوة العربية للمستوى المطلوب اللي هو تكون عالية الجودة حالها من حال القهوة المختصة. يعني تتوقع أن الآن القهوة العربية تغيرت من في الزمان هذا غير عن الماضي؟ 1000%. أوف. هي لا، حالة من حال أي شيء يتطور، فعشان تكون تجارية وسهلة في خلنا نقول الاستهلاك، إن الناس يسيرون ويأخذون القهوة. بعدنا متأكد إن في بيوتنا بعد يشترون قهوة خضراء من مكان. صحيح. وينظفونها ويرتبونها ويودونها عند حد يحمص لهم أو بيحمصونها في البيت. هي هاي القديمة القهوة اللي نعرفها. إيه، وفي حد يأخذها من سوبر ماركت. بس بعد فيه اللي هو إن المفروض يأخذون الجرين بينز أو حبوب البن الخضراء عالية الجودة. عاليتنا يمكن ما وصلتهم هذه الثقافة أن فيه تقييم للبن الأخضر قبل ما هو يشتريه. هم متعودين على السيلاني والبرازيلي وغيره، ونسمعه وكنا نسير وياهم الأسواق. فتخيل أنت بنفس الطريقة اللي هم يهتمون فيها تجيب لهم بن عالي الجودة بيعطونك نتيجة أفضل. أيوة. يعني عبد الله ممكن أنا وأنت نشتري من نفس المكان. نعم. البن هذا، لكن نعم.
اللي بيدخل عندك بيذوقها بيطعمها بشكل مختلف عن اللي أنا بسويها. طريقة التحضير إذا بنحرها أو بنزيد عليها شيء، بنحط وياها هيل، بنحط وياها زعفران. ورش العمل اللي أنت تقدمها عبد الله، أنت والشباب اللي وياك ما شاء الله عليكم تسوون ورش عمل للتثقيف اللي حابين هذا المجال، شو تقدمون فيها من معلومات؟ بشكل عام أحاول أبسط معلومات خلنا نقول عالم القهوة، اللي هو من المزرعة إلى طريقة المعالجة بعد القطف إلى التحميص إلى التحضير. لأن اللي بيحضر القهوة إذا ما فهم أن هذا المكون أصلا فاكهة قابل للتغيير، إذا خليناه في الهواء يتأكسد حال من حال التفاح على سبيل المثال، أو يعيبني أقرب له من المثال أقول له مثل التمر، أن هذا المكون شيء خلاص وبرحي وأنواع وايد. نفس الشيء حتى في القهوة كفصائل بتعطينا طعم مختلف، هذا فيها شكر زيادة، هاي فيها كافيين زيادة. فحاول أبسط هالمعلومات اللي بيحضر الورشة، بحيث أنه لو ما بيحضر قهوة في البيت علق اليوم بيصير مقاهي المختصة هاي الجميلة اللي عندنا في البلاد أو برا البلاد يعرف يطلب يعرف ذوقه. إحنا عبد الله تكلمنا عن أن القهوة مصدرها واحد، مثلا البن البرازيلي، البن الأثيوبي قلنا، أو البن اليمني أعتقد بعد، وعدة دول تنتج الأقرب إلى قلبي البن اليمني. أنا بعد على فكرة وايد أحب الطعم، جميل ودائما غالي السعر. صحيح، عندنا بلدتين عربية ينتجون للبن، عندك السعودية وعندك اليمن ومتقاربين. في شيء يسمونه حزام القهوة، لما تشوف الخريطة هذه البلدان اللي سبحان الله فيها البيئة الموالمة أنها تنتج القهوة، لكن ما أعرف إذا يصير أقول هالمعلومة، دبي كالعادة كسرت القواعد كلها، وفروا مناخ وفي إنتاج قهوة عندنا في دبي، وجربنا القهوة طيبة. أنا والله بغيت أسألك، يعني هل نحن ممكن نوفر هذه البيئة اللي تخلي عندنا نموذج من أنواع القهوة المميزة المختلفة مش موجودة تكون في أي مكان؟ طبعا سبحان الله، لو ناخذ نحن فزيلتين للنخل وتزرعين أنت في بيئة وأنا أزرعها في بيئة لو من نفس المكان بتعطيك نتيجة مختلفة. توفير البيئة الموائمة بالتقنيات اللي موجودة اليوم خلى هالشيء يعني متاح. جميل والله ما شاء الله، يعني قريبا بنشرب قهوة من دبي إن شاء الله. إن شاء الله. أظن عندنا مختبر نحن في دبي كبير وبورصة أعتقد. وين عفوا؟ بورصة أو مختبر. ما شاء الله مساهمة دبي خلنا نقول من جهات حكومية وشركات خاصة كبيرة في مجال القهوة. عندنا اللي هو DMCC مركز السلع، ما شاء الله عندهم أكبر مكان للتخزين القهوة الخضراء والتصدير، وبعد يساعدون خلنا نقول الشركات اللي في السوق الناشئة في كل المراحل هذه عشان تبدأ اللي هو خلنا نقول بزنس القهوة. غير هذا بعد بلدية دبي فيه زرنا نحن المشات اللي عندهم، إذا بمريتهم مشت الورسان اسألوهم عن شير القهوة، ما شاء الله عندهم دراسات، عندهم شير القهوة اللي ممكن إن شاء الله يعني يستوي طبيعي زراعته في دبي. ما شيء جميل، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل دبي، ما في شيء مستحيل والله. الإمارات كلها والله الحمد لله. عبد الله أنا لمست وشعرت بشغفك بالحب، شغفك بالقهوة، حب القهوة، أبغي أعرف من وين يا هالشيء. والله أنا أحس تعرفين من حين صغار يقولون الولد شرب القهوة قبل يعني يوم هو بسنتين يرمس، فالظاهر تسلطوا علي بالقهوة. من أنت صغير معروف أنك تحب القهوة؟ هي نعم. نعم. هل قهوة بيتكم مميزة؟ قهوة الوالدة، قهوة اليد عندكم، شو الطريقة اللي تحضرونها واللي خلت قهوتكم مميزة؟ والله ما أقدر أقول إن قهوتنا مميزة، أنا حتى المقهى عندي ما أقول له مميز، لكن أقول له نعرف نعطيها حقها، تيجي تشرب كوب موزون. لأن ممكن شيء مميز لي ما يكون مميز لك أو ما يناسب ذوقك، بس عندنا خلنا نقول المعرفة والمكون اللي هو القهوة والمعدات اللي نعطيك شيء موزون على ذوقك. جميل. ما أنا هذا اللي أنا أبغي أعرفه الصراحة السر. نعم. يعني أنت اليوم توك يعني أرجع لموضوع مصادر القهوة. تفضل. يعني كلنا نعتمدها. جميل. نعم. كيف نوصل للشيء المميز؟ بمعنى ان انت مثلا تستخدم القهوة الاثيوبية مثلا والمقهى اللي حدالك نفس الشيء واللي بعده، ليش انت عندك او عند مثلا هذا المقهى تكون ألذ واجمل وطعمها ممتاز والثاني ما يضبط؟ هل هي مقادير معينة، مكونات، جرامات، او شو بالضبط؟ 1000%. يعني لو نحن اثنيناتنا عندنا نفس المكون ونفس المكينة، لكن معرفتي أنا في تحضير هذا أو التعامل مع هذه المكون أفضل عنك، بعطيك نتيجة أفضل. بالتالي معلومات بعد وايد ترى بسيطة،
يعني في ناس يحبون يسوونه روكت ساينس علم فضاء والموضوع وايد سيمبل مثل ما تفضلت اختي قالت درجه الحراره درجه الطحنه هذه تفرق في مراره وحموضه القهوه عقب اذا تبغى تدش بعد عمق اكثر بيبدون يقولوا لك النكهات هذه تميل الى تشوكلت ولا المكسرات وغيره بس تستثمر في ورشه بسيطه ام ساعه تظهر من هناك عارف القهوه يا سلام جميل زين عبد الله بما انك رائد اعمال خبرني عن رايك في المنافسه عندنا بين الشباب الاماراتيين وحتى الشابات ما شاء الله عليهم الكل قام يفتح يعني كافيهات للقهوة المتخصصة شو رأيك في هذه المنافسة وهل أنت تشجع كرائد أعمال أن نحن نستثمر في هذه الأعمال أنا أول شيء للأسف ما أحب أبيع الحلم الوردي أقول لهم ريادة الأعمال سبحان الله مو بالكل حد مو بالرائد الأعمال أحسن عن الباقين لكن ضروري لو أنت تعرف تسوي قهوة باكر تعلمت وكل حد مدح قهوتك لا تفتح مشروع بدون ما تكون عندك الأساسيات خلنا نقول والعلم عشان تدير مشروع لأن ممكن تكون أفضل واحد يطبخ يزرع يحضر قهوة لكن ما تعرف تدير مشروع فهذا الموضوع مهم إذا حد حصل شيء اللي يحبه وعنده شغف له شو ما كان القطاع وعند المعلومات اللي بتساعده يدير مشروع يتوكل على الله تراها بس ما برحلة وايد سعيدة يوم ربعك طالعين أنت تشتغل أي بريك عندك أنت تشتغل لكن يوم أنت تشتغل في كافيه أنت كل شغلك يالس مرتاح في قهوة ترى إذا بتسمحي لي يقول لك في مفكر عظيم اسمه نافال يقول what is play to you and people would pay you for it شو اللي هو تحس بلعب بالنسبة لك والناس تلعب بتدفع لك والناس بتدفع لك عليه هذا هو شغفك صح. فإذا أنت حصلت هذا وبعد قرنت مع معلومات إدارة المشاريع فتوفقت إن شاء الله زي عبد الله أنا عندي شيء أتعجب منه أحيانا يكون المقهى الصغير اللي بجانب المقهى صاحب العلامة التجارية الكبيرة موجودين نفس الشارع هذا للمقهى المتخصص 3-4 وهذاك للمقهى لأنه براند أو اسم عليه مثلا طابور صح. هل هو يعني ما أدري هل هو البراند أحيانا يلعب دور أو الاسم أو أنه تدري أنا أحيانا أخذ من هاي العلامات التجارية الكبيرة ديالة ما يكون طعم القهوة أنا أستغرب أقول يا ربي هل فيني أنا المشكلة أو في المستهلك أحيانا يدور على الماركة وما يدور أو البراند ما يدور على الطعم الجيد ما أدري بالعكس يعني أنت على هذا التقييم نحتاجك متذوق ويانا كقهوة أو جودة قهوة 1000% المقهى المتخصص كجودة وطعم أفضل كعلامات تجارية لأن ما شاء الله يسوقون بالطريقة الصحيحة والناس يبغون يشلون الكوب أكثر عن شوف الكوب أيوة فيعطون بعد تجربة جميلة أنا يعيبني أمر على المقاهي هذه أتعلم منها هم قاطعين شوط قبلنا وياس يسوون الأمور خلنا نقول بالإدارة والتسويق أفضل عن المقاهي المختصة مش كلها ما شاء الله عندنا تجارب ناجحة وعلامات تجارية من دبي استوت عالمية نعم جميل نحن عبد الله نشوف ويا المشاهدين بعض اللقطات اللي يمكن منافسة خاصة بعالم القهوة فيها يعني اختبارات للتذوق نعم وبلا شك نحن عندنا في دبي هناك اهتمام كبير يعني في نعم. منافسة جدا كبيرة الواحد يحصل عليه على شهادة في نهاية هذه المنافسة يبرزها في الكافيه إذا كان عنده قهوة أو مكان لأن هذا بالنسبة له يعني كأنه ميشلان ستار صادق هل شد أنت تشاركت هل تهمك مثل هذه المنافسات مثل هذه الشهادات 1000% من الأشياء اللي ترفع الوعي والثقافة عند الجمهور في موضوع القهوة اللي هو المسابقات من غير نطلع لنا أبطال باكر ممكن حتى يحصلوا لوظائف أفضل شاركت في 2018 كنت بطل دبي للإيروبرس وإن شاء الله تاريخ 1 و2 و3 في شهر 8 البطولة بتنعاد يسوونها على مستوى الإمارات كل الإمارات يتنافسون عقبها يطلع بطل الإمارات بعدها يصير يمثل الإمارات برا البلاد يجون الأبطال من حول العالم بطل قهوة؟ هي نعم يسمونه بطل في تحضير القهوة هي يسمونه بطل نعم ما شاء الله يسمونه تشامبيون ما شاء الله أنا علم هذا وبعد ذلك تروح تنافس خارج الدولة هي نعم من غير طبعا بعد في معرض اللي هو يسمونه World of Coffee عالم القهوة وانتو غطيتوه إن شاء الله بيكون سنة الجاية في منافسات في طرق التحضير المختلفة يعني هالمرة ايروبرس المرة اللي بيكون في الاسبريسو في الـ V60 أو التقطير في كل قطاع قهوة شيء مسابقات
بعد كنت مو بس متنافس والحمد لله فزت سنة من سنين، لكن بعد اشتغلت كمحكم محكم في التذوق في بطولة القهوة العربية، وهذا الحين شغفنا اللي إن شاء الله مركزين عليه إنه نرفع مستوى القهوة العربية في بيوتنا أهم شيء. نعم. عندي، وعقب طبعا ننشر الثقافة هاي في المقاهي. نعم. أنا عبد الله لاحظ بعد إنه يعني هاي المقاهي المتخصصة. نعم. انتشرت بشكل كبير. صحيح. يعني عندنا في جميع إمارات الدولة حتى في القرى الصغيرة تلاحظ إنه كذا مقهى، وحتى مشاريع دعم الشباب يعني دعمت يعني هاي المقاهي وفتحوا، في منهم خسروا. تتوقع شو سبب الخسارة يكون، وهل هو يعني العدد الكبير اللي مرة واحدة يفتح في الشارع وفجأة يختفون ما نعرف؟ أنا والله يأسفني فعلا فعلا، حتى لو حد كان منافس قوي يأسفني إذا سكر مشروع في هذا المجال، لأن أصلا الثقافة اللي تعرفنا عليها في مجال القهوة المختصة أن تصير أنت المحل فلاني في أوروبا في استراليا وغيره يقول لك مر على صاحبي وشي ماب خريطة، والمفروض أنهم يشجعون بعض. فبعد من هذا الباب أنا أقول يمكن الجماعة هذه اللي شافوا وأنه ما شاء الله هبة على قولتهم تشجعوا وفتحوا بدون ما يكون عندهم المعرفة اللي تكلمت عنها اللي هي في إدارة المشاريع. إذا ما تعرف أرقامك مستحيل تكمل، لو أنت أفضل واحد يسوي كوب قهوة ضروري ضروري جدا يعني يعرفون أرقامهم حتى لو كنت الأفضل. طبعا طبعا. نعم. والسبب انه ما يكون دارس المشروع، لا او مو بس دراسة المشروع، حتى في التطبيق انا لازم اعرف موضوع كم دخلت، كم لازم يكون عندي كاش عشان ادفع حق الموردين، عشان ادفع حق الرواتب، حق الاجار وغيره. يعني مثل هذه خلنا نقول معلومات بتنفعك انه حتى تكبر المشروع. بالضبط. نعم. لا، وفي بعد محلات للعطور منزلين عطور برائحة القهوة، في قسم كان عطر الفراش بريحة القهوة، أقولهم ما بروا مرقد كيف أحط فراشي قهوة وهو من المنبهات يعني. ولكن في ناس من حبهم للقهوة صنعوا منها عطور، وأعتقد أنها تلعب دور جدا كبير حتى في قطاع السياحة. واحد يوم يسافر هذه التجارب الخاصة بتذوق القهوة تكون تجارب مختلفة، ولا بد أن في الإمارات إن شاء الله يكون يعني تدخل في هذا القطاع في هذا المجال. نحن عبد الله فخورين فيك ونتمنى لك دائما كل التوفيق إن شاء الله كمحكم، كصانع للقهوة، كمتذوق وكرائد أعمال كذلك. شكرا لك يا عبد الله. أنتم اللي مشكورين على الاستضافة، ما قصرتوا. يا مرحبا بك يا عبد الله.